ضمن فعاليات رمضان دبي الذي تنظمه دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحت شعار رمضان دبي مع من نحب، أقامت الدائرة مبادرة إفطار دبي للموسم الثاني على التوالي 2023 في ساحة الوصل بإكسبو دبي، مبادرة فريدة من نوعها في المنطقة، إذ تجمع قادة كافة الأديان والطوائف المختلفة المقيمة في إمارة دبي على مائدة واحدة للإفطار معا بمشاركة أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية في الإمارة وبعض كبار المسؤولين بالدولة، منهم طائفة السيخ والبهرة والهندوس والبوذيين واليهود والكنيسة القبطية والأوقاف الجعفرية. تهدف المبادرة إلى ترسيخ مبدأ الوسطية والحكمة ونبذ العنصرية وقبول الآخر لكافة الأديان، وتعكس الثقافة الإماراتية الراسخة في التعايش السلمي والتكافل خاصة في شهر رمضان الفضيل. كما تعكس المبادرة صورة إمارة دبي كعاصمة للثقافة وحرية الأديان والاستقرار والتنمية. الرسالة الموجهة اليوم مثل هذه التجمعات بكل هذه الطوائف بكل هذه الديانات وكل هذه الأعراق دليل على أننا نستطيع أن ندير هذه الدفة، وفي نفس الوقت نستطيع أن نكون مكون أساسي بالنسبة للعمل الجماعي وكذلك في الجانب سواء الخيري أو الجانب الإنساني. وهذه المبادرة بحد ذاتها مثل ما ذكرت الآن يعني أمضت سنتين هذه الدورة الثانية، نتمنى إن شاء الله في السنوات القادمة أن تكون كذلك مكونات أكثر.